وللمزيد تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، مساء الخير، أهلا بك. إلى أين وصلت سخونة السجالات في لبنان عشية اليوم الأخير للرئيس سعون في منصبه في قصر بعبدة، وإلى أين ربما تأخذ موضوع خلافته على الرئاسة؟ بيانات وبيانات مضادة حامد، هذا هو الواقع اليوم، واتهامات مضادة لهذا الفريق وذاك بالتعطيل وبعدم الرغبة بتأليف حكومة تكون هذه الحكومة قادرة على تسلم مهام رئيس الجمهورية. ولكن الواضح أن التيار الوطني الحر وفريق رئيس الجمهورية لن يسمح، حسب ما قالت نائب رئيس التيار الوطني الحر ماي خريش في مقابلة مع التلفزيون العربي، بأنها لن تسمح ب إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل انتخاب ميشيل عون رئيسا للجمهورية، وأن التيار سيواجه كما واجه في الماضي، حتى لو اضطر الأمر إلى المواجهة في الشارع فهو سيواجه، ولكي يحفظ ويضمن بقاء هذه الصلاحيات. يؤكد التيار الوطني الحر كما قال رئيسه وكما قال أيضا رئيس الجمهورية بأن هذه الحكومة لا يمكن أن تتسلم الصلاحيات، هي حكومة أصلا صلاحياتها وعملها محدود وفقا للنصوص الدستورية، وبالتالي الدستور الذي أناط بمجلس الوزراء مجتمعا صلاحيات رئيس الجمهورية لن يكون قادرا بداية على الاجتماع لأنها حكومة مستقيلة، وثم في حال تم تعليق عمل وزراء التيار الوطني الحر ووزراء رئيس الجمهورية والذين قد ينضم إليهم أيضا وزيري حزب الله، فإن هذه الحكومة لن تكون قادرة على الاجتماع وبالتالي لن تكون قادرة على الحصول على صلاحيات رئيس الجمهورية. هي أزمة دستورية بالفعل حامد في لبنان عشية انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشيل عون في 31 أكتوبر الجاري، ورئيس الجمهورية لوح مجددا اليوم بإمكانية توقيع مرسوم استقالة الحكومة. حامد، هذا هو المشهد السياسي، أما المشهد الميداني نحن في القصر الرئاسي عشية مراسم الرسمية لخروج الرئيس عون ولمغادرته القصر الرئاسي وإنهاء ولايته في يومها الأخير في 31 أكتوبر في منزله في الرابية. الاستعدادات هنا ومناصرو الرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر كانوا قد وضعوا خيما لهم في المكان، العديد منهم أتوا إلى القصر الرئاسي، وأيضا رئيس التيار الوطني الحر جبران باتيل متواجد هنا، هؤلاء سيبيتون ليلتهم هنا تحضيرا واستعدادا ليوم غد. يوم غد سيكون هناك مراسم وداعية رسمية لحرس القصر الرئاسي للموظفين في القصر الرئاسي، من ثم سيخرج رئيس الجمهورية إلى هذه الباحة، سيتوجه بالحديث بكلمة مقتضبة إلى الحاضرين هنا وإلى الإعلام، بعدها يغادر من القصر الرئاسي باتجاه مقر إقامته الجديد في الرابية. إذن غدا أيضا مواقف لرئيس الجمهورية، وبعد قليل موقف مرتقب للأمين العام لحزب الله سيتطرق خلاله إلى طيب يعني ملف الحكومي. الخلاف بين التيار الحر وحركة أمل قد يؤدي إلى الانسداد السياسي التام في لبنان، ما هو الطرف الأقدر على إزاحة هذا الانسداد أو إزاحة هذا الشبح عن الحياة السياسية في لبنان؟ بطبيعة الحال بحسب ما يقول التيار الوطني الحر أن المدخل الأساسي لانتظام العمل الدستوري اليوم هو بتأليف حكومة، بأن يقوم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بتقديم طرح حكومي مقبول من قبل طرف رئيس الجمهورية وفريقه، كي يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على تأليف الحكومة. في حال غادر الرئيس عون أو انتهت ولاية الرئيس عون لن يكون هناك إمكانية لتأليف حكومة جديدة، لأن رئيس الجمهورية هو من يوقع مراسم تأليف هذه الحكومة، وبالتالي إعطاء التيار الوطني الحر أو تلبية مطالب التيار الوطني الحر اليوم من قبل الرئيس المكلف هو المدخل الأساسي بالنسبة للتيار للقبول ولرئيس الجمهورية للقبول بأي صيغة يطرحها الرئيس ميقاتي. حتى هذه الساعة هذا المخرج غير مؤكد وغير قابل للتطبيق إلا إذا أتى ضوء أخضر ما جعل الرئيس ميقاتي يقبل بهذه الشروط المعروضة عليه. نعم نعم نعم، شكرا جزيلا جويس الحاج خوري. وقد بدأت بالفعل الآن كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وسنتابع هذه الكلمة لاحقا.